اول خطوه كانت ان احنا عملنا لهم، مش عايز اقول اختبار، ولكن تقييم لبعض الكفاءات. اول حاجه اللغه العربيه، تاني حاجه اللغه الانجليزيه، ثالث حاجه مهارات الحاسب الالي، لانه هيروح هناك مش هيتعامل مع ورق، هيتعامل مع سيستمز، ورابع حاجه المهارات الشخصيه. الحقيقه تعاوننا مع سنتر او يعني مركز كبير للاختبارات دي، وفي نفس الوقت تم انشاء مركز كامل في الجهاز التنظيم والاداره للاختبارات، بيقدر يشيل 150 واحد في نفس الوقت، نقدر نعمل اربع خمس شفتات، يعني نقدر نختبر 500 واحد. واستعنا باحد المراكز الاخرى التي تتبع القوات المسلحه. عملنا هذا الاختبار لل 600 لل 60,000 موظف. كل موظف طلع له فين نقط القوه اللي عنده وفين النقط اللي محتاجه تدريب. تم التعاقد مع شركه لتوفير البرامج التدريبيه الخاصه بهؤلاء الموظفين الذين سينتقلون الى العاصمه الاداريه. والحقيقه الدكتور صالح الشيخ كان له دور كبير في هذا الموضوع، ان احنا تعاقدنا مع الشركه ان الماده العلميه اللي هنديها للشباب دول او للموظفين المنتقلين تبقى ملكنا بعد كده، نستطيع نستعملها في اي وقت في الحكومه، بدل ما نقعد كل مره اولا يبقى في ثبات في المعايير، وفي نفس الوقت مش كل مره هنتعاقد على يعني وتم عمل هذا الاختبار لل 60,000 موظف. يمكن الناس تقول لك يعني ايه المشكله، لا ده انت بتختبر 60,000 موظف في اربع حاجات، يعني كانت بس الحمد لله تمت على خير. الخطوه اللي بعد كده احنا جبنا برضو يعني برضو الحقيقه خبرتي في التكنولوجيا المعلومات كانت مفيده، ساعدتك كتير. ساعدتني فجبنا برنامج بتدخل له النتائج بتاعت كل موظف، يطلع لك ايه التدريبات اللي هو محتاج ياخدها بالاولويه بتاعته. وتم اعطاء هذه التدريبات لل 60,000 موظف الذين تم اختيارهم عشان نرفع من الكفاءه بتاعتهم، وبالذات في الجزء بتاع الحاسب الالي، مهارات الحاسب الالي. ليه بقى؟ لانك لما هيروح هناك، تعرف احنا الغرض من اي حكومه في الميكانه اللي بنقول عليها دي، انك تبقى بيبرليس جوفرمنت. بيبرليس جوفرمنت يعني جوفرمنت ما فيش اوراق بتعدي، ان كل حاجه تبقى على السيستم. لو الموظف لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا لا يمكن هيقدر يشتغل. طيب هدي لحضرتك مثلا من الامثله عشان ما نخش في امثله كتير. الارشيف. الارشيف الحكومي ده من اشهر الحاجات اللي موجوده في الحكومه، وغالبا الارشيف ده ولا تعرف تطلع منه حاجه، ولما تخش لازم يجي لك حساسيه من التراب وهكذا. كلنا عارفين يعني، وفي بعض الاماكن بيسموه الاضابير. وانا كلمه اضابير دي كنت مستغربها. الاضابير الحكوميه. اول ما قالوا لي الاضابير انا افتكرت دي منطقه، بس دي يا فندم لازم نجيبها من الاضابير. قلت له طب حد يروح الاضابير يجيبها؟ قال لا، ما الاضابير تحت في البدروم. كنت اول مره اعرف. فاكر انها منطقه يعني. انا منطقه اسمها الاضابير، واخد بالك؟ طلع ان الارشيف اسمه الاضابير ليه؟ لان زمان لما كان الملف هيتحط في الارشيف كان يتبرم كده اسطوانه ويتربط بدباره عشان ما ياخدش مكان ويتحط بدو سموها الاضابير عشان كده. الاضابير من دبارة. من ايه الاضابير دي؟ جايه من دبارة. المهم يعني تم ارشيف. استفدت كتير برضو من لا 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 لا. عايز اقول لحضرتك انا الحقيقه كنت محظوظ في الكارير بتاعي، لان انا من القليلين اشتغلت شركات عالميه، اشتغلت قطاع خاص بعد كده عندي شركتين، اشتغلت في الحكومه طبعا رئيس مجلس اداره البريد ومجلس المعلومات ومرتين وزير، واشتغلت في القطاع العام لان انا كنت رئيس الشركه القابضه للغزل والنسيج، واشتغلت في المؤسسات العمل المدني اللي عندي انا رئيس مؤسستين. فانا اشتغلت في كل وده كان أشكال يعني فضل من ربنا. اشكال العمل العام اشكال العمل العام كلها خلاص. ف تم الحقيقه وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت عمل فريق كامل وتعاقد مع مجموعه من الشركات لتحويل الاضابير الى سوفت وير، بحيث ايه حصل كمان بقى ميزه كويس قوي، ان حصل جرد لكل اللي موجود في المخازن. ليه بقى؟ في الارشيف قلنا او يعني اتحطت قواعد معينه كده، اول حاجه خلاص حاجات ملهاش لازمه ولا قانونيا لازم نحتفظ بيها ولا بتاع دي اعدمت. الجزء الثاني ده جزء ممكن نحتفظ بكوبي منه صوره، لكن الاصل مش مهم نحتفظ بيه، فالاصل يعدم بس يتاخد منه كوبي سوفت على السيستم. ثالث حاجه لا لازم يفضل الاصل ويبقى عندنا كوبي على السيستم. فتم عمل سكان لحوالي اكتر من مليار مستند. مليار اكتر من مليار في كل الحكومات في كل الوزارات خلاص، واصبح ما فيش ارشيف.
يعني بعد ما كان الارشيف مثلا مفيش اضابير ايوه في ارشيف عرفنا الاسم الجديد بتاعنا في الارشيف اصبح ارشيف الكتروني خلاص انت قاعد كموظف وقدامك بتاع عايز تبص على الموضوع الفلاني بتطلبه من على السيستم بيطلع لك عايز تطبعه تطبعه عايز تتعامل معاه تتعامل معاه لكن مش هتنزل بقى وتروح تدور عليه في الاضابير خلاص دي كانت هي خطوه قامت بيها وزاره الاتصالات وقامت بيها بمنتهى الاحترافيه وفي وقت قياسي لذلك هم حطوا 5 شركات يشتغلوا في نفس الوقت كل شركه تشتغل مع عدد معين من الوزارات الحاجه الثالثه ان تعامل الموارد البشريه داخل الحكومه اصبحت بسيستم وهو من اقوى واحسن الانظمه الخاصه باداره الموارد البشريه وحدي لحضرتك مثال بسيط هذا المثال النهارده يعني الناس اللي مش في العاصمه الاداريه عايز ياخد اجازه فبيعمل ايه بيجيب ورقه كده مع مطبوعه بتاعه الاجازات طلب اجازه يملاها الاسم ومش عارف ايه والبتاع بالذات نوع الاجازه من كذا لكذا بتاعه ويروح يديها لمديره فمديره يشوف موافق مش موافق بتاعه يديها له بعدين ياخدها من عند مديره يروح يديها للموارد البشريه يشوف البتاع تسمح الاجازات تسمح ما تسمحش مش عارف ايه وبعدين يديله الموافقه يقوم راجع مديها لمديره خلاص النهارده بقى الموظف اللي قاعد في العاصمه عايز ياخد اجازه بيفتح السيستم قسم الاجازات يطلع له طلب الاجازه مطبوع فيه كل البيانات بتاعته لان السيستم عارف مين ده خلاص هيدخل الاجازه اللي هو عايزها من كذا لكذا ونوع الاجازه ويدوس على الزرار اول ما يدوس على الزرار اصبح المستند بتاع الاجازه عنده مديره على السيستم بتاعه وتطلع له الارم يقول له عندك طلب اجازه من فلان يفتحه يوافق اول ما يوافق تروح للموارد البشريه يا هي شؤون العاملين يعني لو يبص عليها عنده اجازات يخصم الاجازه دي من رصيد الاجازات ويوفرها على الاجازه تقوم تروح له على الكمبيوتر بتاعه تقول له اجازتك متوافق عليها من كذا لكذا ورصيدك اصبح كذا في الاجازه. انت بتتكلم في دقائق لو كل واحد قاعد على مكتبه تاخدش 5 دقائق. حلوه لو كل واحد قاعد على مكتبه يعني في تاتش مصري لازم طبعًا نعمل حساب فعايز اقول لك احنا فعلا يعني حاولنا بقدر الامكان تنفيذ التوجيهات بتاعت السيد الرئيس ان احنا مش بنعزل